روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدمون كود الخصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبت مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع من الصفر، الحلقه والله نسيت صدق، يعني انا اسف. يعني قبل ما يبدا مقطع لايك اشتراك فعل زر التنبيهات وخلونا نوصل 800,000. والله العظيم يعني نشبنا نشبه هنا في 700,000 بشكل مو طبيعي، لدرجه ان 1000 مشترك ما نجيبها في الشهر. 1000 مشترك كنا نجيبها في يوم واحد واقل من يوم. بعد حبيت اقول لكم اللي ما اشترك يشترك فعل زر التنبيهات وانشروا المقطع، يعني يمكن نوصل 800,000 بسرعه. يعطيكم العافيه. كود الايتم شوب في اس ال، موقع روكت ليج اكستشينج، الرابط في الوصف. عندهم كريدت ارخص من اللعبه، ربطوا نفسكم كريدت متى ما بغيت تشترون شيء تلقونه جاهز في اللعبه، بدل ما تضطر انك ذا جهز كريدت وقت ما تشتري يكون عندك كريدت. خلونا نخش على الكوم 2v2. صراحه لعبت جيم قبل شوي بدون تصوير، والله العظيم ارتفع ضغطي بشكل مو طبيعي. يلا بسم الله وعلى بركه الله. لا احتاجت فيها، هذا قاعد يصد كل الكور بس الحين ما معه بوست، فخوي روح تكفى. كروزون والله العظيم ما توقعت انه ما تدخل زي كذا، ما توقعت ابدا. مشوت الخما. ثانكس برو، توقع انه ما معي بوس بس الخمسه لان طيراني كان عادي جدا. اوب من فوقه، نايس والله نايس، يعني بدايه جيده. اوكي انا ما اقدر اسوي فيك ولا شيء فنحاول. ايوه صح علي. اوكي 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 اوكي، والله خوينا خرب علي بس في نفس الوقت انا خربت عليه. والله قهر. ايش طفت هذي شلون؟ لا الله خوينا جاب ام العيد صراحه. كثير ناس كومنتات انت ليش تقول خوي تنش؟ خوينا كويس جاب العيد في اللقطه هذه وقبل شوي، يعني الله يهديه. وات يا خوي، لا هذه عاد تو ماتش. روح لا لا لا، وش يا خوي هذه؟ اكفى يا الله مصيبه. نايس تكفى يا خوي، تكفى تكفى تكفى. نايس يا ساتر. لا 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 لا، والله ما ادري شلون جبتها انا يا ساتر. امشي اخوينا بس يستقبلها زي الناس الحين. يا ساتر السيف، عود بالله. تكفى خوي تكفى تكفى يمين. هذولي بيضن بوست صدقوني، بيضن بوست عندهم جنريتر. تكفى روح، والله ما معي بوست يا خوي، ولا كان ودي ساعدك يعني صراحه. نقش تكفى، لا تكفى. نايس شوت يا ساتر، انا كيف جبنا هدف هنا؟ انهم وقتين على الثانيه اثنين ولاحظت يعني. والله براسي مات انت حاله، ما اقدر اسوي شيء خلاص. ان شاء الله يجي هدف ان شاء الله الحين. اوه يا ساتر يا ساتر. الحمد لله فلسفه بعض الايام، يعني هذا الله يحرمنا منها صراحه. ناخذ بوست عندهم، نعرف خوينا يصمد بس. يقطع ام اللعب الخايس، وش ذا؟ ايه القم. لا والله ما جيت طقك طم القهر. لا تكفى تكفى، لا 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 هذه هدف علينا صدقوني، هدف علينا يا ساكر. اعوذ بالله. لا خوينا دخل في المرمى. لا تكفى، الحمد لله الحمد لله يا رب. يا ساتر يا ساتر، بس والله يا ساتر. امشي روح روح يا ساتر. يا الله يا الهدف، يا الله يا الهدف القاتل. يو يا ساتر والبليد. الله اعوذ بالله الهدف. اوفر تايم دبل تاتش يا ساتر، اول مره اسويها اول مره اسويها. الحمد لله يا رب الحمد لله. يا ساتر الجره، والله قولك يا خوي، يعني انا اسف بس لازم تجيبها. يا جريت باس، والله جريت باس بطل. لا تكفى، لا 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 خوينا خوينا ما تكون كذا ورا.
كلازان عليه ما عليه. والله العظيم راضي عن أداء أول مباراة، بس هذا أهم شيء. وأول هدف هنا كان كويس بعد. صح. إيه فجرت فجرني مش الكذب. أمشي قاعد بفجر قاعد. أوكي خوينا قاعد يدافع. نايس. بعطيه ثاني بس. ليش كذا دبل يعني جنب ريست على شيء تافه. والله تمنيت بس طق جت كويسه. ايوه افكر. لا 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 طار معي طار معي طار معي. اوكي والله العظيم نقدر، اقسم بالله نقدر. حرام انه ما نفوز الحين. والله العظيم انه قاعد يخربط. والله نزلت المليار خربت كل شيء. يسار. لا والله جتني لو جت تكفى. يا الله نجبوس. والله لك خوي ثانية. والله العظيم ما يصدم ما يصدم. طعم اللعبة. يا القهر اسوي انا. والله حظ نخيس. بسم الله ودينا على الجيم اللي بعده. جريت بوز يا عيني يا عيني يا خوي. خلني اقول لايكاتس يمكن يفهم. تكفى روح. يو الشوته. اوه ماي جاد وش اللي معي. اي الشوته حقته الشوته. يا ساتر خفت اني اخرب عليه في نفس الوقت. ما ادري هو يبغى بانش ولا وش. نايس بوست. جول. اوكي جريت باس. والله ما توقعت هدف. والله والله العظيم ما توقعت هدف. ما ادري ليش. اوكي جريت باس. خوي نفجر واحد. جي جي يا عيني يا شيخ. والله جيم جميل جيم جميل خوي صراحه. بطل والله بطل. بسم الله وعلى بركه الله. لا ما تفيق. تكفى. كروزمان. يا ساتر شو صدها. والله كانت حلوه مره طعم القهر. اوكي روح تكفى روح روح روح. يا عيني يا ساتر. امشي تويا صدوني الصعب يخلوني السهل. ما ادري شو وضعهم. شوف المناوله. وات از ذس. يا الله والله خفت انه يصده بعد دي قسم بالله. والله خطرت فيها انا مره وقفت. الحمد لله قولك. نايس شوتي من اول. تكفى والله اخيرا جاء الفرق. حرفيا جاء الفرق. يويل يا ساتر الاسست يا ساتر الاسست. حرام. يا ساتر خوينا بغى يجيب العيد شوي. رح رح رح. تكفى يعني لمسه ثانيه. يا ساتر والله خفت انه يصدمني عشان كذا نطيت مبكر. رح 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 يا خوي رح. انت تستطيع. ياي وش ذا الحظ. تكفى لا 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 لا. والله العظيم هذا بنفسه يقول سيرسلي ان لاكي. غير محظوظين جدا. والله كنا جاهزين جدا. اوكي والله يتفيك. والله يتفيك. امشي يو بس وان. قاعد يقول له شنو؟ والله جل والله جل. حرت الجيم قبل شوي. صح الحين يا اخوي. يلا تكفى. فيك 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 فيك. ليه ليه ليه؟ جريت باس. اطلع 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 اطلع. بكى بكى بكى. ناس والله والله جل. اوكي والله بلوك كريم صراحه. اثنين خاشين علي. شوف كيف. اثنين بغيت اضيعها يعني. الحمد لله ما نزلت. شوت
مساتر اللعبة مش ذا. سوري الله سوري. ما يفجر يوه حلوة. يبغى يجيب هدف على مرمى. حلوة روح دبل طج. اوكي انا ليش كذا لف السياره لفه غبيه جدا ليه؟ هاي نقش تكفى. واتس اب ناشو. الله العظيم جي جي الله جي جي. هي من صبح حلقه كذا يعني تكفى. شوت شوت بلف شكلك شوت. اوكي كلوز وان That was fun. You trash? ها ليه؟ ليه؟ سوينا هذا. كيف أخير؟ بسم الله الجيم. ألو. نبرم. وين أقول بالجيم؟ فجأة كذا واحد تبليد. يا رب ما نزيد هالجيم يا رب. تكفى شوت. إني. والله كان ودي إني أعطيك على طول يا خوي بس هجت. لا تكفى جول. ها يا القهر. يا عرضة. يا ساتر وسيف والله. ايوه لمسه ثانيه ممكن. والله قاعد يخرب علي. انا احتاج بس انه يخش علي قبل شوي بس ما خش. نايس شوت. الحمد لله النجت. والله الحمد لله. اعوذ بالله يا شيخ. والله فيك ترى فيك عشان يصد خوينا ذا ما تخفيه. اوكي الحين اتخفيه ناخذ البوس قبله. اوه كلوز. انا قاعد اجيب عيد واجد في الجيم حرفيا قاعد اجيب عيد واجد. يا ساتر يا ساتر اللي صار. كريسماس يعني والله يا حطه والله يا حطه جد خرافيه. يا رب يفهم. لا مو بكذا عاد. كريسماس كيف تصير؟ وش قاعد يطلع؟ بعد الصدمه طلعوا يعني ولا ايش؟ فتو خوينا. اوكي جي جي والبليد. بس هذا كان مقطع اليوم. ان شاء الله مقطع اليوم كل ما انا استمتعت في هذا المقطع بشكل مو طبيعي. فلا تكسرون لايك اشتراك فعل زر التنبيهات. اي احد يشتري ارسل لي على انستغرام اذا شريت من روكت اكسشينج او كود ايتم شوب. وشكرا لكم جميعا باذن الله. تصير في جوائز للي يشترون كودي سواء في الايتم شوب او روكت اكسشينج. روكت اكسشينج هو الاهم. يعطيكم العافيه. كود نمشي في اس ال. ليش؟ اليوم وطني. مع انه بينزل مقطع اتوقع يوم الخميس بس يعني. يعطيكم العافيه وانا اراكم على خير في امان الله. السلام.